استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، رصدنا لكم بعض ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى في العراق رفض انضمام أطفال الأيزيديات المغتصبات من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الطائفة الأيزيدية. محمد، يغرد النساء الأيزيديات اللواتي تم أسرهن من قبل هذا التنظيم أسلمن وأبناؤهن يعودون إلى آبائهم، أي إنهم مسلمون والأيزيديون يعلمون ذلك. علي، لقد حكموا عليهن بالموت. وآية تقول إنه حرام هم وداعش عليهن. ومشاركة أو مشارك عفوا، قرار مهم. ونختم مع مشاركة تغرد، ما ذنب الأطفال؟ إذا كانت هذه بعض التعليقات على موضوع اليوم. شاركونا آراءكم عبر منصات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا جزءا دائما من النقاش. من رحم المعاناة يولد الإبداع، هذا ما يقال، وما أكثر معاناة العرب. حرب ودمار وثورات يدفع ثمنها شباب حلموا بالحرية. اليوم نزور أحد بلدان الربيع العربي، اليمن، الذي زرناه مرات عدة في شباك ثقافة، مرة لنحتفي بعودة معرض الكتاب ومرة أخرى لنعلق على إغلاق مكتبة عريقة. أما اليوم فنزورها لنسأل كيف تأثر الأدب اليمني بالحرب هناك، هل كانت فعلا ملهمة للإبداع أم أن الألم كان أشد من أن يلهم؟ اليمن السعيد، مهد حضارة بلاد العرب وحاضرتهم في الماضي البعيد. ما عاد اليوم يعرف للسعادة طعما ولا لونا بعد أن طالت الحرب الطاحنة كافة أرجائه فأتت على الأخضر واليابس فيه. لم يكن كتاب اليمن وشعراؤه بمعزل عن تلك الحرب التي لا يوجد حتى اللحظة إشارات نهايتها. طالما اختلف كتاب اليمن وأدبائه وشعرائه في مواقفهم الأيديولوجية والسياسية، لكن غالبا ما يجتمعون على رأي واحد حين يتعلق الأمر بالموت الذي لم يعد يخطئ أحدا حتى هم أنفسهم. في زمن الحرب بات المثقفون في اليمن يعانون من عقبات التواصل فيما بينهم بسبب ظروف الحرب، إضافة للاعتبارات التي تتعلق بسلامتهم الشخصية، لا سيما بعد أن أقدم أنصار الحرب وأمرائها بسجن وتعذيب الناشطين والصحفيين والمثقفين. اليوم في زمن الاقتتال والتنكيل يخشى كثيرون من الأدباء اليمنيين من التعبير عما يجول بداخلهم أو يفكرون بصوت عال بكل صدق وصراحة، مخافة أن يصبحوا ضحايا كلمتهم وقصائدهم وينتهي بهم المطاف في سجون أحد طرفي النزاع بالبلاد. لكن وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بالمكتبات والمسارح والخلوات الثقافية، إلا أنه لا تزال مبادرات شبابية شعرية وأدبية ترى النور بين الفينة والأخرى كاسرة جمود الحرب، حيث تتبادل مجموعة من الشعراء الشبان من مختلف مناطق البلاد قصائدهم وآرائهم ومشاعرهم تجاه الحرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق واتساب الذي بات ملاذهم الوحيد في هذه الظروف القاهرة. وتنضم إلينا من صنعاء البروفيسور آمنة يوسف، أستاذة بكلية اللغات جامعة صنعاء وناقدة أدبية يمنية. مساء الخير أستاذة آمنة وأهلا وسهلا فيك. للأسف يعني ما يمر به اليمن وما تمر به المنطقة العربية بشكل عام، بداية برأيك أو كيف تصفين المشهد الثقافي اليمني بعد الثورة، بعد الحرب، بعد كل هذا الدمار المادي والمعنوي؟ أولا شكرا لقناتكم المرموقة، شكرا على عزيزتي. أكيد تأثر المشهد الثقافي اليمني ومنه الأدبي إلى حد كبير تأثيرا إيجابيا في يعني في بعضه وتأثيرا سلبيا في أغلبه. التأثير الإيجابي أننا جماعة الأدب والإبداع كتبنا، رصدنا
كل صاروخ يقصفنا بأقلامنا لنقول للعالم إننا دعاة سلام، حملة أقلام، ولسنا حملة سلاح، سواء كان هذا السلاح بين الفئات المتنازعة داخل اليمن أم كان من خارجها. نعم، لكن كيف يعني كيف أثرت الحرب الثورة على على الأدب أستاذة آمنة؟ يعني هل برأيك كان هناك مشهد ثقافي يوثق ما يحدث؟ يعني تحدثتي طبعا عن أنه إحصاء إن كان الصواريخ أو أدوات الحرب بالأقلام، وهذا طبعا أمر بديهي، الكاتب هو إنسان مثقف ومسالم ولا يحمل السلاح، لكن هل كان في توثيق كافي؟ هل الأدب صار ميال للتوثيق أكثر من الخيال؟ في توثيق، نعم 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 بالتأكيد، والله في توثيق إلى أبعد الحدود، يعني من زملاء كثيرين أعرفهم في الساحة الثقافية والإبداعية رصدوا ما يجري سواء في شكل قصة أم قصائد أم دواوين بأكملها. أنا عن نفسي في ديواني الأخير اسمه خذوا هذه الذاكرة، كتب يعني ديواني هذا عبر عن هذه المرحلة من أولها، من أول قيام ثورات الربيع العربي، ورصدنا ووثقنا لهذه الثورات وإلى تطوراتها السلبية للأسف لاحقا، وكتبنا عنها وطبعت هذا الديوان، والآن عندي ديوان قيد الطباعة كله عن الحرب ما جرى فيها. نعم أستاذة آمنة، طبعا الكتاب معروف أنه الكتاب في اليمن على اختلاف سياسي كما هو الوضع في معظم طبعا البلدان العربية، إن لم نقل كل البلدان العربية، هناك خلافات سياسية حقيقية، يعني خلينا نقول تفرق بين كاتب وآخر، كيف انعكس ذلك على الأدب؟ هل اليوم نستطيع الحديث عن مشهد ثقافي واحد في اليمن أم هناك مشاهد ثقافية لآراء سياسية مختلفة؟ هل أثرت الآراء الشخصية السياسية على الأدب؟ هناك مشاهد، نعم 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 كثيرا كثيرا إلى أبعد الحدود، يعني أن المثقفون أو المبدعون الذين ينتمون إلى طوائف حزبية أو معتقدية إيديولوجية كتبوا عن انتمائهم وقناعتهم تلك، ممجدين عبر الزوامل، عبر القصائد، عبر ما يعني يؤمنون به حتى لو كان يضر بالبلد، ولكني من خلال علاقاتي بزملاء كثيرين في اليمن نحن المثقفون رفضنا وعبرنا عن رفضنا لهذه الحرب التي لم نجني منها إلا الدمار، وما زلنا نرزح تحت وطأتها. لي قصائد كثيرة ولكتاب روائيين ولكتاب قصصيين مستقلين عبرنا جميعا عن نشداننا للسلام، نحن ننشد السلام لكن بأصوات إما تكون عالية النبرة فتقع في الأسر، أي تتعرض لاختطاف أو نعم. كنت أسألك أستاذة، يعني أستاذة آمنة، ألم تدفع الحرب؟ يعني بالتأكيد الحروب، نعم، يدفع نعم ثمنها الكاتب مثله مثل باقي طبعا أفراد الشعب لأنه ينتمي إلى هذا الشارع، بالتأكيد دفع الكثير من الكتاب اليمنيين الثمن باهظا، وربما تركوا اليمن واضطروا إلى ترك اليمن، صحيح؟ إلى الصمت، نعم. وأنا والله أعتبر من ترك اليمن فهو محظوظ، سيكتب بحرية أكثر عما عاناه قبل أن يهاجر. لكن أتكلم عن نفسي، حين كتبت قصائد كثيرة وأكون يعني رافضة للحرب ورافضة للتفكير المتخلف، الاعتقادات المتخلفة سواء المتشددة الإرهابية، ما إن أنشر هذا النص في الفيسبوك حتى أتراجع عن نشره خوفا وأحذفه.
نعم سيدة آمنة، نحن لا نريد يعني نحن أصبح معظم نعم نحن لا نريد أن نبث الرعب، ينتمون إلى الفئة الصامتة. نعم لا نريد أن نبث الرعب الآن طبعا لدى حضرتك، بس قبل لا. لكن قبل أن نختم معك نعم نريد أن نستمع إلى قصيدة تهديها لليمن، للشعب اليمني، لمن تريدين لو سمحتي. ممكن أقرأ قصة؟ كتبت فيه قصيدة وطنية وما وصلت إليه اليمن، أقول فيها وسأحاول يعني احترام وقتكم، هي ليست طويلة. تطوقني القيود ويعتريني بها خوف ضبابي الأنين، وأجهل كيف أبدو كيف أغدو إذا طلع الصباح على جبيني، وأطلق صرخة في الليل تصبو إلى وطن فسيح يحتويني، إلى وطن بهي غاب عني وعن حلم العصامي الحزين، إلى وطن تهاوى مثل نجم عصي بين أحداق الحنين، إلى وطن تحطم كالحكايا وكالأطلال. أعتذر على المقاطعة السيدة البروفيسور آمنة يوسف، أستاذة بكلية اللغات جامعة صنعاء وناقدة أدبية يمنية، شكرا جزيلا لك.